دلوقتي خلونا نتابع ملخص أهم اللي حصل امبارح في الحلقات الـ30 والأخيرة لمسلسلات رمضان، واللي كانت مليانة أحداث كتيرة وتفاصيل مهمة هنعرفها في التقرير اللي جاي. الحلقة 30 من مسلسل الاختيار تسجيلية وتناولت الفترة العصيبة اللي شهدتها مصر ما بين 2012 ل2013 اللي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد لحد إصدار بيان 3 يوليو إلا أنهى حكم الجماعة. جماعة الإخوان لا تضمر أي شيء في قلبها غير كل مشاعر طيبة، وإنت راجل ملتزم التزام حقيقي وعلى خلق نادر في الزمان ده، فلو بقيت معانا هيفرق جدا. وبعدين هم مش الناس كلها بيقولوا عليك اخوان، خلاص يبقى خليك اخوان. انا متشكر يا فخامة الرئيس على عرضك ده، بس انا مش اخوان ومش هكون اخوان، ولا سلفي ومش هكون سلفي. شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل العائدون إطلاق سراح صفوان ووعده بالتعاون مع مصر بعد القبض على سياف الكيلاني والي داعش وتقديمه للمساءلة القانونية والتحقيق معاه داخل جهاز المخابرات العامة. أنا أحكي لك حكاية كده صغيرة أسليك بس وإحنا قاعدين. زمان أم الله رحمها قفشتني وأنا قاعد قدام البيت، أنا وأصحابي ماسكين كبريت وعاملين نولع في النمل اللي كان ماشي على الأرض. عارف ساعتها عملت فيه ايه؟ مش علقتني من ودني وكلتني علقة منساهاش في حياتي، بس قالت لي كلمتين عمري ما انساهم لحد النهارده. قالت اللي بيحرق بالنار هو رب النار. فاكر حسين صح؟ شهدت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل فاتن أمل حربي زواج شفيع من رجاء وعرض شكيب الزواج على رندا اللي رحبت بالأمر، وحضر الشيخ يحيى واتكلم مع فاتن وقال لها إنه مسافر السعودية علشان يشتغل هناك. وفي مشهد تاني قام أمل حربي والد فاتن بطهي الأكل في المطبخ وطلب من فاتن إنها ما تغسلش الأطباق وإن هو اللي هيقوم على راحتها. شكرا يا دنيا. شكرا على إيه؟ شكرا إنك كنت تدافع. لولا قضيتك وحجم الظلم اللي بتتعرض له السيدات في مجتمعنا تحت شعار الدين والعادات والتقاليد، عمري ما كنت هعرف أكون الشيخ اللي بيدور فعلا على تجديد دين. التعصب المتاجرين بيه. أنا ما عملتش حاجة، أنا اللي عايز أشكرك. بدأت أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير قوي بتقديم حزلقوم حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي، ومن بعده طلع نفادي أو حاتم صلاح لتقديم إحدى الفقرات الترفيهية، بس محدش من الحاضرين ضحك على إفهاته عشان يقوم حزلقوم من مقعده وبيصعد لنفادي على المسرح وبيضربه بالقلم على وشه وبيقول له Keep my orange hair out of your mouth في لقطة مشابهة للقطة صفع ويل سميث لكريس روك في حفل الأوسكار. بعد كده بيروح الكبير لوحدة الإخراج وبيسأل الدكتور ربيع عن فيلم الافتتاح، لكن ربيع بيأكد له إنهم ما اتفقوش على عرض أي فيلم ضمن فعاليات مهرجان المزاريطة السينمائي في دورته الأولى، فبيديله الكبير فلاشة عليها مجموعة من الأفلام علشان يذيع منها أي حاجة على الشاشة الخاصة بحفل افتتاح المهرجان. جاهل وما تنلامش، مفيش مهرجان يخلو من فيلم الافتتاح. قصدك الفيلم اللي بنستفتح بيه يعني بنتبارك بيه بداية الأول. ماشي يا سيدي، فين الفيلم ده؟ اتلافة دي فلاشة عليها 66 جيجا أفلام، اللي قابلك حطه. كمان عرضت الحلقة الأخيرة والـ30 من مسلسل مكتوب عليا حالة الصدمة اللي تعرض لها جلجل، وفي مشهد مؤثر وصى جلجل والده إنه يحافظ على ابنه من بعده لو حصل له أي مكروه. وفي مشهد تاني ودع جلجل والدته محاسن وطلب منها تجهيز نفسها علشان يخرجوا ويغيروا أجواء البيت، ودع كمان زوجته رؤية واعترف لها لأول مرة بحبه ليها وطلبت منه يشيل ابنه علشان تعرف تحضر له الأكل بتاعه. وهنا فضل جلجل يفضفض مع رضيعه ودخلت رؤية على كلمة خلي بالك من نفسك لما سيبكم.
هتسيبني تاني؟ اسيب ايه؟ ليه يا جلجل؟ ليه يا جلجل؟ انا عملت لك ايه؟ بقوله هو انت ما كفكش كل اللي انا عملته عشانك الفتره اللي فاتت؟ انت ايه يا اخي؟ حبيبتي انا ولاد هتتجوز عليا، انت هتتجوز عليا صح؟ هتجوز مين يا قولي الحقيقه. انا قلبي دليلي، انا قلبي حاسس انك هتتجوز عليا تاني. ممكن تسمعي؟ لا يا جلجل لا، حرام بقى. يا عشان انا انت ما ماليش حد، لا بقى ليا ولا ليا حبيبتي يا خالتي يا خالتي. شاهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا رابط بأن يوسف راح للمسابقة مع لذيذ اللي قام بتجميعه ولزقه بالشاش، وكانت المسابقة عبارة عن أن كل شخص بيقف كحارس مرمى، وحاول سامح منافس يوسف أنه يخلي لذيذ يخسر ووضع ليزر أخضر على عينيه علشان ما يقدرش يشوط عليه الكرة، لكن في النهاية بيفوز لذيذ وبيتم القبض على سامح بعد ما بيعترف عليه الراجل اللي أجره علشان يخبط لذيذ بعربيته. برافو لذيذ، على مهلك على مهلك، ده متلصم. مين كسب؟ احنا اللي كسبنا. يلا يلا تعالى. بقول لك ايه، انا مش عايزك تقلق من اي حاجه، هترجع زي الاول واحسن كمان ان شاء الله.